ونفس الشيء معي أنا، يعني أنا ربيت بعائلة مسيحية، أنا مؤمن ماشي مع الرب من 21 سنة تقريبا، 23 سنة عم بكبر، 24 سنة. وبعدين بعد هذا الاختبار يلي اختبار ملء الروح القدس، مفهومي عن الكتاب، مفهومي عن الحياة، مفهومي عن الزواج، مفهومي عن العلاقات كله تغير طبعا للأفضل. والحياة صارت حلوة مع الرب ريلي. الخدمة بطلت بس الخدمة اللي فيها معاناة، صارت الخدمة فرح، صار فيها سلام، صرنا نضحك أكتر. طيب كثير. اللي عاوز أقول إنه الواحد بيأمن في المسيح في كتير ناس بتفكر إنه كل شيء صار تمام، لكن الله بيشكل في حياتنا، الله بيبني فينا، الله بيأخذنا في مراحل في الحياة اللي بحب يورجينا. وفعلا يعني ذكرت فادي عدة مرات من اختبار لاختبار كيف يأكد لها معاملاته وإيده وحضوره. بالذات أنا كتير تأثرت لما تكلمت عن امها وكيف انه رب اكد لها حتى انه يعني خالتها وخالتها وستها وتيتها كلهن موجودين في السماء.